المشاهد الكريم أينما كنت نسوق إليك تحايا عطرات وأمان النظرات وآمالا غير عاطلات في هذه الحلقة الخاصة جدا من برنامجكم رأي الغلابة يعني سنعرج للحديث عن موضوع مهم هذا الموضوع ما عنده حدود يعني إحنا حنتكلم عن يعني دول العالم الثالث، لكن الموضوع نفسه كموضوع ما عنده حدود، لا عنده حدود في بلد معين في دول العالم الثالث، ولا عنده حدود في دول العالم الأول والثاني والعاشر والخامس عشر. يعني حنتكلم عن المسؤول في بلادنا أي مسؤول أنا أنت الموجودين الآن في السلطة الموجودين في بلد آخر شقيق أو آه يعني صديق أو أي معنى من المعاني الإنسانية اللي احنا هنتكلم عنها المسؤول في بلادنا ده كيف بيفكر يتعامل مع الأمور كيف آه بيتعامل مع الفساد كيف مع القيم بشكل عام يعني هل هو حقيقه يعني مسؤول مؤتمن على ان يكون مسؤول في هذه الدوله وزير مثلا رئيس وزراء رئيس مجلس السياده ملك ولي عهد رئيس جمهوريه اي خليفه وات يعني هو هل هو مؤتمن حقيقه؟ وعلى اي اساس هو اصلا بيتعامل يعني؟ يعني احنا لو جينا نشوف هسه كده فردناها بنلقى ما في زول جاء نتيجة لأنه الناس اختارته يعني يعني هو في ظرف معين جابه ما في مشكلة الظرف المعين جابه سواء في السلم الوظيفي أو في غير ذلك فهل هو كفء إلى المسألة دي؟ شنو بيعني ليه الفساد؟ شنو بتعني ليه العمالة؟ شنو بيعني ليه المحسوبية؟ آه الفضائل الأخرى الصدق إيجادة العمل الصالح العام الحياة دي بتعني ليشنو؟ طيب في منظمة عالمية اسمها منظمة الشفافية الدولية دي بتعمل آه بتحاول آه عندها مقاييس ومعايير محددة حوالي عشرة معايير وبتدي درجة من مية وبعد كده بتخطك في رانك بتاع دول او في روليت بتاع دول مية آه دولة وبتعنى بالفساد ف يعني السودان مثلا على سبيل المثال اللي هو بلدي يعني بيقع وين في الحته دي؟ السودان ترتيبه في 21/22 رقم 164 معناها هو في العشرين الأواخر أو الخمستاشر الأواخر عشر الأواخر رقم مية أربعة وستين ودي مشكلة أول دولة هي الدنمارك والسويد ودول الحقيقة لها مراحية والمقاييس دي بتقيس الشخص اللي بيشتغل في القطاع العام ما عندهم شغلة بالشخص اللي بيشتغل في القطاع الخاص لكن الشغلة اللي بيشتغل في القطاع الخاص زي المديرين زي كده بيتعاملوا مع قصة الفساد دي كيف يعني هل بياخدوا رشاوي هل بيعملوا كده في السودان رغم 164 ودي مسألة في الترتيب ما كويسة طبعا طيب بس الفساد في السودان ده هل هو يعني بس بس لأنه مثلا في ناس البرهان وحميت ديل وكده السودان بقى رقم 164 والقصة دي متجزرة يعني لا والله الفساد في السودان ده متجزر الصورة بتاعت منصور خالد دي بتعرفوها كلها منصور خالد زول معروف و منصور خالد ده رجل قد يختلف الناس حول فكره حول طبيعه عمله لكن كعقليه سودانيه افريقيه عربيه مسلمه من القلائل جدا اللي نهلوا من معين العلم واستفادوا منه وتعاملوا به طيب الراجل ده انا حاجب لكم حاجة بسيطة جدا هو لاحظة السود... الانجليز ده لما مشوا لما استغل السودان ومشوا الانجليز وجات الحكومة المحلية عشان تستلم فكان موجود في القصر الجمهوري مكتبة كبيرة جداً لو كان تم الحفاظ عليها او استيلادها كان ممكن تكون زي مكتبه الكونغرس الامريكي لكن هل نحن حقيقه كسودانيين وكعرب وكافارقه يعني مش نحن بس يعني العرب والافارقه اللي هم بيمثلوا العالم الثالث ده هل المسؤول فيهم فعلا قلبه على القطاع العام الحصل شنو للمكتبة دي الحصل انه المكتبة دي ابتدت تتسلسل كل واحد من الناس الموجودين في القصر الجمهوري بغض النظر عنه شنو وظيفته شنو يقوم يشيل كتاب يودي بيته اتنين تلاتة بتاع المهم لما نعين نميري وزير لشؤون الرئاسة في القصر الجمهوري جاء الدكتور منصور خالد رحمه الله لقى ما في ولا كتاب ولا في مكتبة ومجرد ما تبقى من كتب موجود في كراتين مخطوطة في مخزن ما معروفة طيب قام هو لانه بيحب العلم ولو زول غيره ما بيعمل انا أنه بس هو بحب العلم بحب القرايه بتاع وشاف كثير وبكون شاف مكتبه الكونغرس دي وعايش فيها يعني معروف انه هو عنده مكان معين في مكتبه الكونغرس الامريكي بيقعد يقرا فيها يعني فقام جاب واحد من الـ من الـ من, الـ من ناس القصر ديل وات شاب صغير وذاته بحب الكتب وبحب القرايه وقال لي تفتش لي الكتب دي كلها تجيب لي مهما كان الزول الشال منه المهم الشاب ده اجتهد انا يعني لا اذكر اسمه اجتهد وبدا يلملم فيها جزاه الله خير ابتدى يلملم في هذه الكتب يمشي لبيت فلان يمشي لبيت فلان وبجوابات رسميه يجيب الكتاب ويجيبه تاني والمهم الكتاب يبتدوا يصححوا فيه ويصلحوا فيه اذا ما قطع اذا بتاع يجيبوا يجهزوا و استعيدت هذه المكتبه او اغلب الموجود في هذه المكتبه وتم التعامل معها واتعملت غرفه خاصه بالمكتبه والزم دكتور منصور خالد اي موظف موجود في القصر الجمهوري أن يستقطع ساعة من وقت العمل عشان يقرأ في المكتبة طبعا منصور خالد مشى ونيميري ذاته القصة دي ما كانت دخل في راسه لكن هي مشى مشى وجات الإنقاذ يعني أعادت الكرة مرة ثانية ولا أحد يعرف أين توجد هذه الكتب وطبعا المكتبة ذاتها شالوها شالوا شالوا الغرفة اللي كانت فيها هذه المكتبة ولم يعد هنالك قارئ في القصر الجمهوري في النهاية دخلوا حميتي اللي ما بيعرف يفك الخط طيب أنا يعني احنا بنتكلم عن القصة دي شنو يعني الكتب دي هل هي مهمة وكذا عشان العلم اللي فيها ولا مهمة شنو؟ أنا ما بتكلم على العلم اللي موجود فيها وده مسألة مهمة في حد ذاته إنه هي موجود فيها معلومات فيها علم فيها شيء معين مخطوط لكن ده ما ده ما منه. الهام منه إنك أنت كمسؤول في القصر الجمهوري موظف في في القصر الجمهوري أيا كانت وظيفتك من رئيس المجلس السيادي أو رئيس الجمهورية إلى أي أصغر واحد موجود في القصر الجمهوري اللي هي دي أعلى مكانة موجودة في السودان ده ده يعني ده زي البيت الأبيض موجود في في هنا يعني زي البيت الأبيض زي قصر الملك فلان يعني أي ملك كان يعني هذا ال ال القطاع العام اللي هو فيه هنا أنت ت أنت شلته سرقته سرقته ما في حاجة اسمها سرقت كتاب وكذا وب... ده سرقته سرقته وأنت بالتالي فيك بذرة فساد لانك خصصت هذا العام لك انت بغض النظر عن انك انت استفدت منه ولا ما استفدت منه هو في الغالب المثقفاتية بتاع زمان بيكونوا شالوا الكتاب ده في المكتبة بتاعته الشخصية باعتبار انه هنا وممكن جدا يوريه للناس على انه ده تابع للقصر الجمهوري وانا جلت من القصر الجمهوري كنوع من انواع الفخر يعني فانت تفتخر بما سرقته ودي موجودة احنا عندنا في أدبياتنا يعني إحنا لغاية الآن بنتكلم عن فروسية آآ آآ والضحوية وبنتكلم وبنقول شعره وبنردده وكذا والضحوية ده همبات يعني يعني همبات زول بيوقفك بي بي في الشارع يكسرك يعني يكسرك و و ممكن يقتلك ويشيل ناكتك وشيل كده رجاله بس فاحنا اصلا بذره هذا الفساد موجود فينا يعني عشان كده مثلا تدهورت الخدمه المدنيه عندنا لانه بنفس القصه بتاعت المكتبه دي الناس اللي ربوهم الانجليز استمسكوا بهذه المساله وبعدين جو بعض الاخرين اللي ما عندهم اي فائده قيس على ذلك يعني دي كانت في القصر الجمهوري قيس على ذلك المال العام التعليم الأستاذ في الجامعة اللي بيجيب له طالب عشان يديه الدراسة بتاعت الدكتوراة أو يشتغل معاه الدكتوراة أو يشتغل معاه الماستر ثم يسرق البحث بتاعه ويكتب عنه ورقة بحثية هو لم يفعل فيها شيء سوى أنه كان أستاذه ويكتب باسمه ما يكتب اسم الطالب ولو جامل الطالب يكتب رقم خمسه او رقم سته مع انه الطالب هو صاحب البحث والطالب الذي دفع القروش سواء كانت دفع القروش بشكل مباشر آه للبحث ده او آه آه يعني آه في جهه ما دفعت له هو صاحب هذا البحث وهو الذي جاء بالفكره وهو الذي وضع كل الخطوط البلان وانه انت استاذ بس لكن انه انت حرامي اصلا انت صاحب درسته لكن انت حرامي فتسرق هذا البحث وتكتبه باسمك وعندنا شكاوى كثيره جدا جدا من اعظم الجامعات في السودان انه الاساتذه بياخذوا البحث بتاع الطالب اللي بيبذل فيه سنتين وثلاثة وخمسة حسب نوع البحث وبعدين يشيل هذا البحث يكتبه فأنت فاسد أنت لا تعلم الناس أنت بتعلمه غلط أنت بتعلمه وتقول له زي ما أنا سرقتك أسرق الطالب بتاعك بعدين بتعلمه وتقول له زي ما أنا سرقتك أمشي أسرق الوحدة بتاعتك اللي أنت راجع لها في أي مكان بتعلمه بأنه الخاص أفضل من العام بتعلمه أنه ما في تيم يعني ما في نحن يعني درسنا في امريكا دي شفنا القصه دي ما في زول ما في استاذ بيشيل شغل الطالب يعمله ويكتبه باسمه ما ممكن يكون هو الفيرست اوثر الكاتب الاول المؤلف الاول لهذا العمل ما ممكن لكن انت دي بذره من بذور الفساد موجوده في جامعاتنا ما في حته ثانيه في جامعاتنا واتحدى في اعظم جامعاتنا في كم واحد سرق جهد ابنه او بنته اللي جه عشان يعمل ماستر او عشان يعمل دكتوراه وكتب هذا البحث باسمه او قدم اسمه على اسم الطالب حتى لو اشرك الطالب في هذا البحث فده بيحصل في البنوك ايضا في ال بتحصل نفس المشاكل دي موجوده بتحصل كحاجات كثيرة قس على ذلك المحسوبية لما انت تجيب زول تقدم على آخر وأنت تعلم أن الآخر أكثر كفاءة التمكين على سبيل المثال التمكين ده كاملا يدخل في هذا الفساد يدخل فيه تماما يعني وقيس على ذلك أشياء كثيرة يعني كده يا جماعة فكروا كده معانا كل المشاريع الكبيره اللي خلوها الانجليز خربت ليه بما يعني بما في ذلك مشروع الجزيره اللي هو اكبر مشروع في العالم حتى هذه اللحظه يتم سقايته بطريقه واحده او ريه بطريقه واحده طريقه ال... طريقة المياه الانسيابيه او الري الانسيابي وتحت اداره واحده ما في في العالم مشروع بهذا بهذا المعنى اصلا يعني لكن خرب ليه؟ لانه احنا فاسدين احنا فاسدين يعني ما في كا... على, ك... على كافه المستويات يعني. والكلام الموجود في السودان ده موجود في دول جوارنا كلها الافريقيه منا والعربيه وكذا كل ما يسمى بدول العالم الثالث في القصه دي في أنا الإيغو أنا أو الطوفان عشان نعضد كلامنا ده الصورة بتاعت المرأة اللي على تحت حرف الصاد أو تحت العلامة بتاعت, العلامة بتاعت التلفزيون أو شعار التلفزيون حقنا ده اسمها بيني جلبر وهي أمريكية من أصل يوناني وهي أستاذة بتاعة اقتصاد في جامعة يل ، جامعة يل دي من أكبر و, و... آ... آ... يعني جامعة يشار لها بالبنان في أمريكا خريج جامعة يل ده حاجة ما يعني ما ممكن أصلا التعامل معنا أنه ما بيدخل أي زون. لا من ناحية مالية ولا من ناحية عقلي كمان يعني من ناحيه قدرات بتاع الطالب الاستاذه دي تم الاستعانه بها في البنك الدولي ودي عاده البنك الدولي بيعمل الاشياء دي انه بيستعين باسماء كبيره جدا في مجال العلم يعني وطبعا العالم كله ماشي بالعلم اللي احنا ماشيين بالجوديه يعني احنا عندنا رؤساء دول ما عندهم فكرة عن أي حاجة يعني إحنا الاثنين اللي عندنا في القصر الجمهوري ديل الخمسة اللي في القصر الجمهوري ديل راس ذاته تحت الطاقية دي ما في خلي عقل يعني المهم ما هي المقصود من المسألة المقصود إنه هذه المرأة حينما جاءت وقعدت فقررت إنه تعمل بحث هي كانت مسؤولة عن ال القروض اللي بتمشي إلى دول العالم الثالث فسألت يا جماعة ال إحنا عايزين نعمل بحث أدت البحث ده عملت له يعني مولت هذا البحث في ثلاثة أماكن مختلفة في من بينهم الدنمارك و أيضا في أمريكا وفي جهة أخرى وقالت لو شوفوا القروش دي قاعدة تمشي وين وبتنعمل كيف وكده واحده من الاوتبوت او من مخرجات هذا البحث انه بمجرد التصديق على قرض ما لدولة ما بيتم والفلوس تصل البنك المركزي او الجهه المعنيه يبتدوا يعني يتعاملوا فيها يعني بيبتدي بتبتدي بالمقابل حسابات في اماكن امنه في العالم تبتدي تغذى بهذه او بجزء بكامل او بجزء من هذه القروض يعني مثلا زي القرض الافريقي اللي احنا جانا ايام الانقاذ ده اللي ليه هسي ما في زول عارف انه القرض ده منو اللي خدوه ما في... يعني وزير الماليه نفسه ما كان عارف انه في 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 قرض ده القرض 600 مليون دولار بكامله اختفى بكامله بي... اختفى ففي بعض الحسابات في العالم بيتم تغذيتها مباشرة بعد ما تبتدي الدولة المعنية في استخدام هذه القروض موجودة هذه البنوك الآمنة أو الحسابات الآمنة بتوجد في أماكن آمنة بيسموها دائما الاوفشور Offshore Banks Accounts in Safe Havens اللي هي موجوده في اماكن امنه اللي هي وين زي سويسرا زي لوكسمبورغ الجهات التي تمنع يعني الكشف عن حسابات العملاء بتاعنا فهذه الملاذات الامنه دائما القروض بتمشي كلها او جزء منها بيمشي في اتجاه هذه الحسابات يعني في حسابات لسودانيين في حسابات لدول اخرى وناس اخرى في دول اخرى وكذا فعملت اجتماع مع ناس البنك الدولي وورتهم هذه الحقيقه وكذا وقالت انه هي لازم تعلن عن هذا الامر فقالوا لا لا والله ما ممكن تعلن عن هذا الامر طوالي قدمت استقالته ومشت دي زولة باحثة، دي زولة ما بتعرف الغ يعني ما يعني ما بتعرف الغلط ولا بتسمع لنفسها بانها تتلوث ليه أنه عندها طلبة بتدرسون، عندها ناس تحتها اهم من البنك الدولي واهم من من حرامية العالم الثالث كلهم اللي عايز اقوله انه انت بتمشي تشيل القروش دي القروش اللي بتجي الدولة المعنية بتمشي حسابات خارج هذه الدولة كلها او جزء منها فيما يعرف بالملاذات الامنة او الحسابات الامنة تم الاعلان والكشف عنه بواسطه الدنمارك آه يعني تم اعلان عن هذا الـ الـ البحث وكذا والناس يعني عشان تكون عارفه انه في حاجات زي دي بتحصل سواء للسودان او في اي دوله اخرى آه تابعه لدول العالم الثالث لانه المسؤول غير مسؤول يعني المسؤول البيجي ده يعني بالظبط زي يعني الفيلم المصري بتاع احمد احمد زكي رحمه الله اللي عمل فاللي هو جاب بالصدفه يعني زول اسمه جاء بديلا لشخص اخر يعني فدي كانت يعني من الاشياء العجب يعني اللي كان لازم انه الناس تتكلم عنها وتشوفه يعني ومهم جدا الحديث عن ده وده بوريك حجم الفساد الموجود في الدول دي وإنه كذابين الناس اللي قاعدين كان مسؤولين للكذابين كذابين كلهم ما في زول فيهم دار صلاح الدولة أصلاً أيا كانت هذه الدولة يعني آه نادراً جداً نادراً جداً ما تلقى واحد أو اثنين وديل إذا ما خربوا آه بتبقى في مشكلة إلا تبقى رأس الدولة أنت ربنا بعتك في كرأس الدولة آه كأنك نبي عشان تقدر ترتب هذه الأمور في غير كذا الكل منتهي وطبعا في الرئيس البرازيلي دا سيلفا عنده كانت مشاكل في الرئيس السابقة لكوريا الجنوبية اللي هي صورة موجودة واسمها هنا كل ديل كانوا حكم عليهم بالفساد أو بهنالك محاكمات لهم بالفساد لانه بيتصرفوا غلط يعني زول فيهم يعني بيفتكر انه البلد دي حقت ابوه ويعيث فيها فسادا ويعوس عواسته ما في زول يساله ما في زول يساله اصلا يعني آه وحدي يعني انا بي 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 يعني بتمر دائما طرفه حينما يتحدث عن نتحدث عن فساد العالم الثالث طرفه بتعيب دائما في ذهني يعني سمعتها قبل كده ولا أمل من تكرارها يعني قيل إنه هنالك واحد من من وزراء الصدفة ديل وهو رجل فاسد جدا فمشى بيتكلم مع خبراء أجانب وكده عشان مسألة بتاع التمويل يعني لكن يعني لأنه هو فاسد مفتكر كل الناس فاسدين فقام سأل الخبير الأجنبي ده قال له يا أخي عليكم الله أنتوا لو دايرين تاكلوا بتعملوا شنو يعني وبتاكلوا كم يعني المهم الراجل قدر ما حاول يزغ منه انه القصه دي ما عندهم وكذا في بلادهم والحاجات دي احنا في شفافيه وفي بتاع ما قدر يستوعب عشان يخلص منه قام قال لي يا اخي اسمعني نحن والله ما في حكاية دي ما بتحصل لكن لو فرضنا انها بتحصل يعني مثلا مشروع بيكلف 200 مليون 300 مليون جايز واحد من الناس الفاسدين ده اللي يقدر يطلع له منه 200 زي شفت المشروع ده يعني كله مكلف له زي 300 مليون كده فالمشروع ده يعني لو لو فيزول استفاد منه يعني ممكن يلقى له فيه تلتمية ألف ميتين ألف هذا يعني حاجة بهذا القبيل وبعدين لازم يكون عنده جاستيفيكيشن إنه صرفه في يعني لأنه هنا الناس بتحاسبك على الملين يعني فالوزير اللي من دول العالم الثالث حقتنا دي قاعد يضحك والراجل تعجب قال لي يعني انت بتضحك ليه؟ قال لي شفت المصنع داك الراجل عاين ما في مصنع يا اخي مصنع شنو ما في حاجه هنا شفت داك جنب الشجره ديك قال لي جنب الشجره ديك ما في مصنع قال له هذا مكلف خمسة مليار لغايه الان فهي دي الفكره بتاعتنا نحن بقينا فاسدين يعني احنا ليه ما نحن ما, ما هم ما اشطر مننا ما يسمون بالعالم الاول ولا الثاني ما اشطر مننا ولا افهم مننا لكن احنا فاسدين احنا ما عندنا حاجه باسمها الصالح العام ما عندنا بنكذب عندنا محسوبيه غير طبيعيه وفي كمان راسماليه المحاسيب دي كمان أسوأ وفي اشياء يعني يعني صعبه جدا من الصعب جدا التعامل معها بسهوله والتعامل معها بعقلانيه وكده وننجح احنا في محاوله حلها يعني لذلك أن احنا في السودان وفي كثير من دول العالم الثالث العربيه منا وغير العربيه حينما ناتي لحاجه زي مقياس الشفافية ده أو كده أو 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 الإندكس بتاع الشفافية ده إحنا ما ما, ما, ما يعني بنكون في مؤخرة الدول لأننا حرامية ببساطة يعني يعني كلنا بلا استثناء يعني يعني إذا كان أنت الليلة مثلا نائب رئيس الجمهو المجلس السيادي سارق الذهب بتاع البلد هو والرئيس المجلس السيادي وعايزين يحكموا أو يدوهم خروج آمن كده بس يعني الزول مثلا يدعي انه نبي يدعي انه عالم يدعي انه كذا لكن يسرق وداير يبقى رئيس او يطلعوه ولا بيخربها ده ما في غير عندنا احنا انه يجي في مس على مستوى رئاسة البلد يكون فيها واحد ما تم ابتدائي مهما كانت قدراته دي ما ممكن اصلا يعني لكن احنا فاسدين احنا انتهازيين عشان كده بيجينا كده ربنا يعني من أعمالكم سلط عليكم هو احنا كده احنا سلطوا علينا القصة دي يعني فعشان كده احنا محتاجين لأن يعني نعمل لأجل الصالح العام والصالح العام فيه حاجات كثيرة يعني كثير جدا من السياسيين بتاعنا نحس بيتكلموا عن الهوية وعن بتاع هوية شنو بتاع الناس ما لاقية تاكل الناس ممكن تعيش مع بعض لكن أنا بقتل فيك انت وانت بتقتل فينا أنا ما حنعيش كده والسؤال عشان شنو يعني يعني كل اللي انت ممكن تملكه في الدنيا حتموت وتخلي أنا ما قلت الناس ما تملك ولا قلت الناس تبقى شيوعيه، ولا قلت الناس تبقى لكن اي حاجه تملكها في الدنيا دي تخيل يعني اي حاجه انت تملكها في الدنيا دي منصب، قروش، بيوت، عقارات، اي حاجه انت تملكها في هذه الدنيا حتموت وتخليها انت اصلك جاري ورا الدنيا دي قدر شنو؟ يعني كذا بس شنو المقنع؟ انه في زول في مش في السودان في العالم كله يكون عنده 400 قطعه ارض وقعدات كده 400 قطعه ارض يعني مثلا مثلا هسي مثلا في ال في ال في الولايات المتحده او في دول العالم الثالث انا بمشي بشتري قطعه أرض ممكن تكون 100 فدان او 300 فدان لكن بستثمرها اعملها مدينه وببيع هذه القطع في مصر مثلا على سبيل المثال طلعت العامل مدينتي ده وعامل الرحاب هو اصلا القطع دي بتاعت الارض دي كلها حقته لكن هو استثمر وباع عشان ناس اخرين ينتفعوا منها لكن لا انت دارت تقود ال 400 دي قطعه ارض خام زي ما هي يعني سرقتها اولا وانت ما بتستحقها وما في سبب اصلا يكون عندك هذا العدد من قطع الارض وما بتتعامل معه يعني ما قاعد تخدها بس قاعده هي كده وفي ناس ما لاقية تسكن يعني حاجه عجيبه طيب حق. انا حاسكر لكم مثلا حاجه بتحصل في الولايات المتحده يعني. مثلا زي آه نقول آه بتعدال اسامه داود قرر انه يعمل يعني مجمع سكني فاخر جدا هذا المجمع السكني نقول فيه ألف بيت وجاب الخرط وجاب البتاع وعندي إمكانيات ربنا يزيده إذا كانت حلال إذا ما حلال ربنا يخسفه هو وإمكانياته الاثنين مع بعض فجاب الحاجات دي كلها وخدتها وعمل المية بيت بتجي الحكومة اللي ادته قطعة الارض اللي هو اشترى منها مش ادته ليه يعني ادته بتقول له والله انا عايزه في المبنى السكني بتاعك ده انت هتعمل الف انا عايزه منه مية قطعة مبنية مش ساي مبنية وابنيها بمواصفات اقل من المواصفات الفاخرة اللي انت عايز تعملها ولا بد لي من ده الكراسة بتاعت المواصفات اللي انا عايزك تعملها ده وما تكون في محلة واحدة يعني المية قطعة دي ما تجي تستقطع جزء تعملها كأنه يبقى شكلها حي براو لا تعمل هذه البيوت وسط البيوت الفاخرة اللي انت بتعملها فيقوم مثلا نقول البيوت الفاخرة عبارة عن قصور فيقوم هو يعمل ليه يعني شقق صغيرة كده طابقين ويعني مثلا بيت واحد لكن طابقين وبدل ما يعمل كل واحد براو ما في وجار يعملون جنب بعض يعني يعمل خمسة هنا وخمسة هنا وخمسة هناك المهم شيل المية دي كلهم ما على كيف يشيل المية دي الدال المحلية بتاعت المكان اللي هو عامل فيها القصة. غير طيب المحلية دايرة شنو بالمية دي؟ المحلية دي بتقوم تدي ناس من اناس الدخل المحدود تديهم هذه الشقق أو تديهم هذه المباني البيت كله بتديك لو أنت براك دخلك محدود ويش بتديك البيت ده اللي هو في الحي الفاخر اللي عامله أسامة داوود نفترض اسمه اسمه دال كويس فبيبتدي يعمل يجيبك انت يسكنك في الحي الفاخر ده رغم انه دخلك محدود يعني انت مثلا بيتك خلينا نقول بيكون بمية دولار لكن البيت الجنبك طوالي بألف دولار او الفين دولار او ثلاثة الاف دولار وبيجيبك يسكن طيب الغرض من ده شنو ما كان ممكن يقول له اعمل لي القصه دي براه وخلي الناس دي يعيشوا لا الغرض انه الناس الفقراء ديل يعيشوا جنب الناس الاغنياء ديل ويتعلموا منهم والبجاور السعيد يسعد كده ده الغرض وما مسموح لك انت كزول فقير اشتريت البيت ده تقوم تمشي تبيعه لسمسار ما في لا يمكن ان تبيع هذا البيت الا بعد مرور 15 سنه على الاقل البيت حق الاسره تجي الاسره كلها تقعد فيه الغرض انو اولادك الـ الـ اولاد الفقراء ديل يقوموا جنب اولاد الاغنياء ده في امريكا بلد الكفار ليه لانو الناس عارفه وبتقرا ومستخدمه وبت... العلم لانه في النهايه هي, هي دايره مجتمع متكافل يقدر يعيش مع بعض انت بتكون عايش انت الحكومة بتديك مساعدات وبتكون عايش جم واحد هو ممكن يشتريك ويشتري الحكومة مع بعض ليه؟ لأنه البلد عارفة ده بتعمل في شنو عارفة خططه شنو عارفة ما عايزة واحد يشعر بأنه ما ممكن يصل للحاجة هو دائرة الولد الفقير ده يقعد جنب بيت الأغاني ده ويقرا معاه في مدرسة واحدة مش كده وبس المدارس العامة في الأساس هي مجانية كلها لكن مجاني بشكل نسبي أنت لو عندك قروش تدفع عشان الزول اللي ما عنده قروش يتعلم مش الحكومة تدفع لك أنت ماشي مدرسة عامة ما مدرسة خاصة مدرسة عامة زي بحر الحكومية ولا درمان الثانوية ولا الخرطوم والمقرن ولا اي حاجه اي واحده من ديل او الفاشره الثانويه ولا طقت ولا اي حاجه من ديل اي مدرسه من المدارس دي مدرسه عامه بتاخد بالنظام الجغرافي اي واحد عنده قروش يدفع عشان اللي ما عنده قروش ده يتعلم والناس بتدفع بصدر الرحب ليه؟ لانه هو عارف لو ده ما اتعلم بيجي بيبقى حرامي بتاع حمير بيشيل له دبابه بيجي يخش القصر الجمهوري ده ما ما في الف ولا دوران يعني عشان ما يعمل القصه دي عشان ما يخلي حرامي الحمير يجي يركب في القصر الجمهوري من الاساس ما بخليه يبقى حرامي حمير بيخليه يقعد ويشعر انه هو جزء من المجتمع وجزء فاعل جدا وبيدرس في نفس المدرسة اللي بيدرس فيها ولد الغني وبيمشي معاه في نفس البص والبص بتدفع قروش الحكومة ما بيدفع قروش الطالب بتدفع قروش الحكومة لذلك احنا محتاجين يعني لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم لو احنا ما غيرنا نفسنا وبقينا ناس صالحين ما حيكون عندنا بلد صالح اطلاقا حيجينا ثاني البرهان وثاني حيجينا واحد ثاني بيشبه حميتي ده كذا ما نحن لازم نتغير عشان نتغير لازم ييدك في ايد فلان ويد علان وكذا لازم انت مت لو انت شبعان ما تنوم الا اذا تاكدت انه جارك شبعان القصد ما انك انت تشيل حقك تدي له القصد المشاركه جبر الخواطر الناس تحس بانها هي مع بعض في الحلوه والمره لازم يعني ما مش القصد انه كذا يعني ما ما كذا لما لما تركب البص وتلقى في وحده تعبانه ولا كذا تجيف خلاها تقعد ما تعمل نفسك مطنش والعكس لما تلقي انت واحد عجوز واقف في البص تقومي تقعديه رغم انك انت مرة تقومي ما دار المساواة تقومي تقعديه العجوز ده لانه دي قيمة الناس الكبار دي اللي عندهم قيمة بكذا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا ربنا يصلح الحال لابد من ان نغير ما بأنفسنا حتى يغير الله حالنا تحياتي وإلى لقاء قريب إن شاء الله